أن كنت أولا سجيدا سياسيا في عالم نهائي، رغم أن بن علي لم يكن يطلق علينا هذه الصفة، وكان خلافه في المنطلق خلافا سياسيا مبدئيا، لأن بن علي أراد منذ سنته الأولى ومنذ الأشهر الأولى أن يضع الأحزاب تحت إمرأته، وقد أردنا في ذلك الوقت أن نكون في عداد المعارضين لا في عداد التابعين، ومن أجل هذا المبدأ وقع إيقافي عدد المرات، عشرات المرات، ما بين 10 ساعات، 12، 24 ساعة، 48 ساعة، وبدأت القضايا، القضية الأولى 6 أكتوبر 1988، يعني لم يمضي بعد إلا بعد بضعة أشهر، القضية الثانية في أكتوبر، القضية الثالثة في ديسمبر، أول ديسمبر، 1 ديسمبر، القضية الرابعة في آخر ديسمبر، أربع قضايا في 1988. L'écriture est la première forme de résistance la plus importante. On peut vous mettre en prison, on peut vous enlever tout ce que vous avez, on peut vous descendre dans des cachots, on ne peut pas vous empêcher de penser. Et dès que vous le pouvez, vous prenez de quoi écrire, vous inventez des moyens de trouver de quoi écrire, et vous écrivez. Pour parler de l'écrivain prison, en réalité, je ne suis pas très bien placé, parce que moi je n'ai pas été en prison parce que j'étais écrivain, mais j'ai été écrivain parce que j'étais en prison. Par conséquent, la prison pour moi serait plutôt quelque chose de globalement positif. C'est quelque chose qui m'a permis de découvrir une facette de mes possibilités qui m'a paru finalement beaucoup plus intéressante que toutes les autres, quoique je n'en rejette aucune. Donc ce dont je vais parler, c'est de ma rencontre en prison avec l'écriture, et je vais dire en quoi j'ai expérimenté, je pense que ne pas être le seul, en quoi l'écriture est un excellent moyen de surmonter la prison, et d'en sortir encore plus fort qu'on a pu y entrer. La prison n'est pas une sanction quand on écrit, elle est au contraire un prétexte, un moyen d'avoir les possibilités d'écrire. ولا تضيع العادة معي. وعنونت هذه الكلمة أقنعت سجني بأن عمري رحب ومعطاء، ليس هينا أن تواجه جلادك المفترضين أو الفعليين على كامل مدار اليوم بنهاره وليله بدقائقه وثوانيه في سنوات طويلة، وليس ميسورا أن تظل ذكر هذه المواجهة ماثلة بأدق تفاصيلها في ذاكرتك الشخصية وذاكرات عديدة مثل ذاكرتك، وقد تختلف الأمكنة وتتعدد الوجوه وتتنوع الفضاءات، ولكن الإشكالية لا تتغير. برشا تدخلات حكاوا على أساس أنه كما تدخل نتاع جيلبير نقاش، السجن ينجم يكون مصدر إلهام، صحيح الكلام هذا ولا؟ السجن هو مصدر، ينجم يكون مصدر الإلهام، في معنى أنك إذا تحافظ على حريتك، أولا ربما أفاجئك، بالنسبة لي أنا معنى الحرية وممارسة الحرية عشتها في السجن أكثر من عشتها في الحياة العادية، سواء قبل السجن أو بعده، لأنه في السجن
تكون متحدي العالم كل متحدي السلطة وكل وانت في يد السلطة ويمكنك أن تشعر بأنك تتجاوزها وهي لا تقدر على إيذائك بالمرة. بالطبع ينجم يكون السجن مصدر إلهام. إيش معناها من مصدر إلهام؟ هو تتحدث عنه وتتحدث عن معاناتك فيه وتتحدث عن تحديك ليه، هو هذا مصدر إلهام؟ كان يعمل لصالح 13 جهاز مخابرات في نفس الآن ويتفائل خيرا برقم 13، وكان يخلط أحيانا بين الدول التي يتعامل معها فيصدر تقارير لغير وجهتها.